السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأكارم، قناة صوت إسطنبول، مع فكرتين جديدتين وحلقتين جديدتين من نخبة التغيير. واليوم نتكلم عن فكرة المشاريع التي في منطقتنا العربية. المشاريع ضمن خمسة مشاريع: المشروع الأمريكي، المشروع الثاني اللي هو المشروع الروسي، المشروع الثالث اللي هو المشروع الصيني، المشروع الرابع اللي هو المشروع الصفوي والإيراني، والمشروع الأخير اللي هو المشروع التركي. تتقاسم منطقتنا العربية عدة مشاريع، ولكن للأسف العرب أنفسهم لا مشروع لهم، وهذا بحق من الطامات الكبرى التي نعاني منها. سقطت كل النظريات العلمانية والقومية والرأسمالية والشيوعية وغيرها، لأنها نظريات وهمية انتهازية ندفع فاتورتها هذه السنين. لذلك بنظرة واقعية بعيدة عن العواطف والإعلام والأوهام، إذا أمعنا النظر فإننا في عالمنا العربي مجذوبين غير جاذبين، منفعلين غير فاعلين، والأسباب عديدة. نفرد حلقة خاصة في الأسباب إن شاء الله. أما قولنا المشاريع التي نحن ملعبها، فأول المشاريع المشروع الأمريكي، ولا يخفى على أحد نتائج هذا المشروع وأهدافه، والملايين من الضحايا الذين سقطوا في هذا المشروع منذ بداية احتلال العراق وأفغانستان إلى أحداث غزة الأخيرة. فهو مشروع دموي احتلالي صهيوني صليبي. المشروع الصفوي الإيراني مشروع لا يقل خطورة عن المشروع الأول، تحت اسم الثورة الدينية يحاول زرع التشيع الذي عانى المسلمون منه ما عانى منذ أيام الدولة الفاطمية وقبلها الحشاشين وغيرهم إلى أيامنا هذه. وعليكم السلام ورحمة الله. إذن كنا نتكلم عن المشروع الثاني الذي عانى منه المسلمون ما عانى منذ أيام الدولة الفاطمية وقبلها إلى أيامنا هذه، حيث مهد الاحتلال الأمريكي لدخولهم العراق ثم لبنان وسوريا واليمن، قتلوا من العرب المسلمين الملايين أيضا دون طلقة على اليهود، أو نتائج حقيقية فعلية على اليهود. المشروع الروسي أيضا يعتبر البحر المتوسط هدف قديم حديث له، وبذلك ويدل وبذل في سبيل ذلك المعارك الكثيرة منذ 30 سنة وأكثر، إلى أن أسس قاعدته العسكرية في شرق المتوسط، وبذلك يعتبر نفسه الوصي العسكري. لنقل مشروعه عسكري أكثر من كونه ثقافي أو ديني، وهو يتلائم مع المشروع الصفوي الإيراني ويتخادم معه، وأيضا نتيجته ملايين الضحايا على الأرض السورية، ونشر الإلحاد والظلم على مدار 70 سنة في العالم العربي، في مصر ومعظم البلدان العربية منذ أيام الناصر ومعاصريه من الرؤساء. المشروع الصيني حديث هذا المشروع، يحاول الدخول على الساحة عن طريق القوة الناعمة الاقتصادية والمشاريع، ويتناغم مع التحرك الروسي. المشروع التركي له أصل تاريخي وجغرافي منذ 1000 سنة تقريبا في عالمنا العربي، ومر بمراحل، بداية في أيامه الأخيرة تخادم مع المشروع الأمريكي أول فترة، ثم انفصل نهائيا عنه وتحرك فرديا ضمن مشروع مستقل يبحث عن ثقله الجغرافي والتاريخي والديني والثقافي. ضمن هذه المشاريع نتجاذب في عالمنا العربي الآسيوي حاليا، فنحن مضطرين أن نختار أحد هذه المشاريع في الفترة القصيرة، إلى أن يظهر لنا جيل واع يؤسس لنهضة عربية إسلامية تفرض مشروعها في العالم، كما يفرض الآن غيرنا مشروعه علينا، والله الموفق.